روح للزمالك، الزناري ودونجا تدريبات تأهيلية. هل دونجا هيبقى موجود في السوبر؟ لغاية دلوقتي ما تحددش. مين ممكن يبقى البديل؟ هيبقى يا شحاتة يا زياد كمال، أقرب اتنين طبعا، هو ما فيش غيرهم انهم يبقوا متواجدين. الزناري عنده تأهيل، أما دونجا فاشتغل في الجيم النهاردة عشان الآلام اللي عنده في أو الإصابة اللي عنده في العضلة الخلفية. كانت في جلسة النهاردة جمعت ما بين عبد الله السعيد و بين عبد الله السعيد وبين جوميز، قعدوا شوية كده مع بعض، قعدوا يعني طلب منه شوية طلبات اللي هي بتتقال للكابتن، اللي بتتقال للكابتن كابتن الفرقة في الفترة اللي جاية، ودور عبد الله في الفترة اللي جاية مع الفريق. جوميز بعت رسالة للاعيبة نادي الزمالك قبل ما ينزلوا التمرين، قال لهم نحن نسير في الطريق الصحيح، احنا ماشيين في الطريق الصحيح، وقال الزمالك بيستعد لبطولة جديدة، علينا ان نكون في قمة التركيز، نحن في الطريق الصحيح وبمجهودكم سنصبح افضل يوما بعد الاخر. بقول لكم جوميز بيحظى بحب اللعيبة جدا جدا جدا، شاطر نفسيا قوي، شاطر في الحتة النفسية وانه يقرب من اللعيبة بشكل كويس جدا، اللعيبة بتحبه، دي في حد ذاتها بتبقى حاجة رائعة جدا لما يبقى في علاقة كويسة جدا ما بين اللعيبة والمدرب. جوميز شاطر في الحتة دي، وجوميز الانتصارات اللي حققها هي اللي ساعدته على ان الحتة دي تبقى ماشية معاه بشكل مهم جدا في نادي الزمالك. كابتن عبد الواحد السيد طار للامارات النهارده عشان يطمئن على كافه الترتيبات بقى بعثه نادي الزمالك بالنسبه بقى للفندق والتدريبات والكلام ده كله قبل مباراه بيراميدز اللي هتكون يوم الاحد ان شاء الله باذن الله. الزمالك هيطير يوم الخميس، الزمالك كان هيسافر يوم الخميس بطياره خاصه الساعه 2 الظهر. قومز قال لك لا انا عايز اسافر 10 الصبح. وقدم ميعاد السفر 4 ساعات، هو كان الزمالك هيطير 2، لا هو خلاها 10 الصبح، وعلى فكره بخلي التدريبات كمان بالنهار علشان اللعيبه تتعود ان يعني بيتقال ان في التوقيت ده ابو ظبي بتبقى رطوبه عاليه سنه والحاجات دي كلها، فهو عايز اللعيبه تتعود على الاجواء دي قبل مباراه بيراميدز، لان الطلب اللي طلبه نادي الزمالك ان المباراه تبقى 5-5 بدل من 4-5 اترفض، فخلاص الماتش هتلعب 4-5 بين الزمالك و بيراميدز.